انعمش وكركيبك كتار، وين بدي احط هالاشرطة؟ لك الحجر بالمكتب يخلصني بقى. في نص تلفزيوني هون بدك يا شي؟ اتحشيه عندك تحت الكنباية واعطيني الجراف الذهبي. يمكن الجراف الذهبي عند الكوة. لك حبيبتي اي جرافي، خلصيني بقى حاجة نياتها ما بقى لا يوصلوا. نحن جاهزين امسك. يا اهلا وسهلا. أعزائي المشاهدين مساء الخير جميعا. برنامجكم المحبوب رجل لورا ورجل لقدام عودكم على الجديد دائما. وجديدنا لهذه الحلقة هو زيارتنا لمنزل فنانين متألقين حازت أعمالهم الفنية على النجاح والتقدير في كل مكان. معنا اليوم الممثل الفنان حسام بربر الذي قدم للشاشة أدوارا متميزة، نذكر منها حليب سباع، الإخوة الستين، كيس خيش تحت الشمس، البحث عن شيء ما، وأعمال أخرى لا مجال لذكرها. وبالمقابل معنا أيضا زوجة الفنان حسام المخرجة المعروفة ندى عثملي التي أغنت الشاشة الصغيرة بأعمال تركت بصمات واضحة، نذكر منها التيس الذي أصبح رجلا، نوافذ على بيت خالتي، والأفاق المسدودة، وأعمال أخرى. أهلا وسهلا فيكم ببرنامج رجلتين لورا، قصدي برنامج رجل لورا ورجل لقدام. يا أهلا وسهلا فيك، شرفتي أهلين أنسي حسنا. أهلا وسهلا. الله يخليكي. بداية اسمحوا لي هنيكم على هالبيت الجميل هذا يلي عم تتجلى فيه لمسة الذوق والجمال، يعني من الواضح تماما أنه بيت اثنين فنانين. الله يسلمك خليكي يا رب. يا ترى شو بتشكل كلمة البيت بالنسبة لكم؟ هو الحقيقة أنا ما بعتبره بيت أبدا، أنا بعتبره وكر، قصدي عش منلجأ له أنا وندى بعد العمل الشاق والمضني لحتى نفرغ فيه همومنا وننسى كل تعبنا وننشحن ليوم تاني ونحن مرتاحين نفسيا ومشرقين ومندفعين، مو هيك حبيبتي؟ طبعا حبيبي طبعا. بصراحة البيت بالنسبة إلنا هو أهم حتى بحياتنا، يعني إذا ما كان هذا البيت له خصوصية وله رونق جمالي مستحيل نحس فيه بالدفء. بصراحة أنا بعتبر إنه هذا البيت هو بمثابة انعكاس لحالة الحب والسعادة اللي عايشين أنا وحسام. الله يخليكم لبعض، وهالشي أكيد واضح وكل الناس بتعرفه. طيب يا ترى أنتوا بتتناقشوا بشغلكم ولا بتنسوا شغلكم بعد ما تفوتوا على البيت؟ لا طبعا بنتناقش، نحن أصلا حياتنا أنا وندى قائمة على الحوار، الحوار الهادئ العقلاني المتزن الواعي الحضاري